في الاول ما كانش دايره في بالي بان ندخل ليه، حتى دخلت بغيت ندخل ليه تايا وداك الشيء، لقيت كلشي تقيد ونلقى هذا الدومين عجبني، قلت علاش لا ندخل ليه، علاش حنا البنات ما سميتو، دخلت ليه بامان الله صافي عجبني، بقيت معاه سميتو تعجبني ودخلت معاهم في الحرفه ومشيت للسطاج وهذا، كل واحد التعامل ديالهم صافي هادشي اللي كاين، عجبني الدومين مزيان وبغيت نبقى فيه، بغيت نكتسب التجربه ديالي، حيت انا الدومين اللي كنت باغيه ماشي هو هذا، ولكن عجبني انا الدومين وصافي استغنيت على الدومين اللي بغيت انا، عجبني انا الدومين كوم كو انا بنت وما كاينش زعما قليل البنات اللي خدامين في هذا الدومين، صافي بغيت قلت نجرب علاش لا، انا بنت مراكش اول وحده بتدخل، قلت علاش لا ما ندخلش نجرب هذا الشيء ديال الميكانيك ديال الرجال وهذا. الاول كنت ما سميتو ما كنتش كنفرق ما بين البلايص اللي نتقادو هذا ديال الطوموبيلات، كي بشويه بشويه ما حدش كيوريك كيوريني ستاجير الناس اللي كنخدم عندهم، بشويه بشويه تتعلمت، بشويه بشويه كتعلم هذا، تتعلمت كل شيء وحفظ اي حاجه ديال الطوموبيله شنو فيها وشنو خاصها وشنو هذا وشنو كيعجبهم الناس تخدمي معاهم وتضحكوا معاك، كيفرحوا من كيشوفوا بنت الناس نيت العيالات فاش يشوفوا بنت كيزيدوا يفرحوا، يقول لك بنت داخله على الدومين وهذا، وشحال من واحد يقول لك باغي يديروا ما قادرش بنت تخدم على الدومين، داك الشيء قليل يقول لك علاش بنت تخدم في الدومين، هذا الشيء ديال الرجال، انا كنقول ما كاينش شي حاجه اللي مستحيل، ما كاينش شي حاجه اللي كل واحد خدمه ديالته، صافي بشويه بشويه سميتو وعاودر سميتو دخلوني معاهم صافي، الناس اللي كيجيو كنلقى معاهم مزيان الاحترام وهذا والتعامل مزيان، هادشي اللي كاين. لقيت صعوبه مع ماما حيت ما خلاتنيش، فاش سمعتني انا ندخل هاد الدومين ما خلاتنيش بتاتا، قالت لك لا ديال الرجال وهذا وسميتو، ولكن انا درت تحت ديال راسي، قلت لها ما كاين شي حاجه اللي مستحيله باش نديروها، درت تحت ديال راسي وبقيت معاه بشويه بشويه بشويه، تدخل العائله وقال لها لا مزيان هاد الدومين وهذا صافي، بشويه بشويه تتقتنع. الهدف ديالي هو ندير انا مشروع بروجي ديالي انا، نديرو سميتو نحلو ان شاء الله وندير فيه سميتو، حتى البنات اللي تيقرا وداكشي هادشي يدخلوا معايا سميتو، يكون توا بروجي زوين وهذا، انا هدف ديالي نكمل فيه ويكون حاجه زوينه بزاف، والدومين زوين يدخلوا ليه وفيه سميتو يعني ما يحشموش وما يقولوش لا هي ديال الرجال فقط وهذا، كاين شي حاجه اللي ديال الرجال ولا ديال العيالات كلشي سواسيه، يدخلوا ليه ويتوكلوا على الله راه يعجبهم الحال، هو يديروا شي حاجه اللي زوينه مزيان كما دايره انا هادشي اللي سميتو.